أنهت بعثة الحج العراقية تفويج حصتها الكاملة من الحجاج، وذكر المتحدث الرسمي باسم البعثة حسن فهد الكناني إن البعثة فوجت 50,000 حاج عراقي برا وجوا على أكمل وجه ودون وجود معوقات، حيث تم بالتعاون مع الخطوط الجوية العراقية نقل نحو 26,000 حاج من مطارات بغداد والمحافظات إلى مطاري المدينة المنورة وجدة. وأضاف إنه بالرغم من ارتفاع أعداد حجاج العراق هذا العام بشكل غير مسبوق، إلى أن البعثة وبفضل الخطط الرصينة التي تم وضعها وتضافر جهود مع جهات الساندة استطاعت تفويج كامل عدد الحجاج من دون تسجيل أي حادث عرضي يذكر.